something from the book. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم لعلكم تعقلون. 5 قل 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 فعل أمر صح هنا قل لا أجد فيما أوحي إلي قل ربكم ذو رحمة قل هل عندكم من علم قل فلله الحجة البالغة خلاص. فجاء في النهاية قال لك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. 5 ألا تشركوا به شيئا بالمطلق. المشهد اللي انت وجدت فيه نفسك على قيد الحياة هذا مشهد الله خلاص. ما ينفع يكون الله وشي تاني هنا خالص تمام. وبالوالدين إحسانا حرم الله يعني حرم عدم الإحسان صحيح. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بسبب الإملاق. الإملاق هنا يقال إنه الفقر أو العوزة أو الوساوس القهرية خلاص. فما في قتل بأسباب الوساوس القهرية بالمطلق. ليش؟ نحن نرزقكم وإياهم. يبقى الرزق أصلا جاي من عند الله صحيح. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيوة لا تقربوا هذه الشجرة يعني حركة أيوة حركة الكتلة ما تكون إلى القرب من الشيء اللي تحرم عليها في المطلق صحيح. أيوة 5 بقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني هي من الحرمات القتل قتل النفس المحرمة خلاص يعني إلا بالحق يعني في حق إما ما صارت نفس محرمة إبا القتل ما هو محرم خلاص. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فاهم كيف؟ فهو ده غير كده ما في شيء يعني لكم دينكم ولي دين